السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكنعتذر عاوتاني على التعطيل اللي تعطلت عليك، وشكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا وتشوشوا عليا. شكرا بزاف اليوم على المتابعه ديالهم وعلى الوقت اللي كيعطيو ليا. شكرا للناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم، وبالناس القدام حتى هما. بالنسبه اليوم كيف ما شفتوا غادي نوجدوا هاديك الكيك معمر من الداخل. راه المكونات ديال الكيك ساهل، ديروا اي كيك معتمد عندكم. انا شاركت معكم غير الكيك اللي كندير: ثلاثه البيضات، كاس ما كامل ديال السكر، كاس ما كامل ديال الزيت، كاس الحليب، معلقه كبيره ديال الكاكاو، زلافه ديال الدقيق، وجوج خمارات. اعتمدوا اي كيك عندكم. انا شاركت معكم غير الكيك اللي كندير. سهل بزاف وسريع. هاد الحلوه كامله دغيا كتوجد، الى علمك ضيافك جايين نوضو دغيا وجديها دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت بزاف، ما فيهاش حتى شي شغل ولا حتى شي حاجه. صافي راه خلط هادشي، راه باين كيف كتجروا الكيكات ديالكم. غنمزج المكونات كاملين، نغربل عليهم الدقيق والكاكاو والخميره باش ندخلهم يطيبوا في الفران. بالنسبه لهاد الكيكه درتها في هذاك الاطار، القطر ديالو 20 سنتيم، ودرتها طيب عادي 180 عافيه من الفوق ومن التحت، ولا فرانت الغاز راه عافيه من التحت حتى طيب ونبطها تحمر شويه. صافي هنا راه غنغربلت عليهم الكاكاو والدقيق، راه ما كنحتاجوش حتى انا، راه كنخلطها دغيا غير بفرشة حدايا وكنديرها في الفران. كل كنطيب شي حاجه في الفران كنديرها وراها، متسهله ولوغو ديالها كيجي زوين، كتجرطبه مع هاد الحمار اللي غنديروا لها تشوفوها معايا. صافي هنا غنخلط هادشي ندخلها للفران. من بعد ما خلطتها انتما كيف ما كتشوفوا راه داك الاطار، بغيت نقول لكم غير على كي كنغلفوا راه كندهن غير الجناب بالماء وكيلصق في الماء ليمونطا وكيدخل الفران عادي، ما كيتحرق ما والو، حتى هذا الاليمونطا ماشي داك ديال لونبالاج. صافي وكنديرها حتى كطيب. هنا من بعد ما طابت قسمتها، انا ما كانش عندي الوقت باش نخليها حتى تبرد باش نقسمها، قسمتها على ثلاثة. درت هنا لا كريم باتيسيير في بيضة، 250 ميل ديال الحليب، درت بيضة ونص ديال الاخر درتو بالشكلاط، كنزيد عليها معلقة ديال الكاكاو، ومنين كطيب كنزيد عليها واحد شوية ديال الشكلاط شوكولا غير شكل لوحافة باش كتزيد تلددها. هنايا راه كنسقي بالسيرو عاجي، وكنزدت عليه القهوه. انا راه ما كانش عندي الوقت، راه حتى الكريمه كانت باقي سخونه، خدمت في نفس الوقت على ما طابت الكيك وجدت الكريمات وبديت كندريسي فيها. اللي عندكم الوقت خليوها حتى تبرد وديك الساعات عاد عمروها، ولكن حتى هكا كتجي مزيانه ما بها حتى شي حاجه. غادي نوزع الطبقات ديال الكريم باتيسير. انا دائما الطبقه التحتانيه هي اللي كنقلبها وكنرجعها الفوق، حيت هي كتكون فيني اكثر وكتكون مقاد لها لوجه ديالها. فهاد الوسط غادي ندير الطبقه اللي كانت في الفوق، تشوفوها كنقلبها ونديرها، ماشي مشكل يبقى الفراغ كلشي داكشي كيتقاد، غنسقيها حتى هي شويه. صافي وندير الطبقه ديال لاكريم باتيسير اللي درت فيها الشكلاط والكاكاو. كيف ما كتشوفوا حتى هي راه باقي سخونه، نسيت روط الحليب كنقسمو على جوج، نص ديالو كندير به كريم باتيسير بيضه ونص ديالو كنديرها بالشكلاط. صافي درت الطبقه الثانيه سرحتها، غادي ندير الطبقه الاخيره من الكيك باش ندخلها تبرد.
انا كنخليها حتى كتبرد باش عاد كنجبدها نزينه كنزينه في الوقت اللي غنحطها فيه. نتوما انا كيف ما كتشوفوا مع قطعتها سخونه ما طوعتنيش في التقطع، هذاك الشيء اللي بقى لي فيه الوسط راه كنحاول نقاد غير بيجيه حتى حاجه ما كتبقى، وزيد لا انا هذاك الطبقه هي اللي كنرجعها لتحت. صافي دابا غادي نغطيها ونجيلها تبرد، منين تبرد ان شاء الله نرجعو باش نزينو. هنايا فاش بردات هانتوما كيف ما كتشوفوا راه قلبتها، هاد الوجه كيكون فيه اكثر. غادي ندير هنايا درت شويه الفوندون، تقدروا بلاصه الفوندون ديروا سكر كلاصي، اي حاجه كانت عندكم غادي تزينوا بها ديروا سكر كلاصي هو اللي بيض. عاد نديروا الكاكاو من فوق وانتوما تشوفوا كيفاش غادي ندير السكر كلاصي، غيجي مطوع اكثر كاع على الفوندو. المهم حنا الاساس هو نقضوا باي حاجه عندنا، حيت الكيك شفتوا ما ملصقش عليه مزيان، وزيد عليها ان الفوندو اللي كان الجو بارد دغيا كيبرد من فوق الكيك. صافي كنحاول نقد غير شويه ديك البلاصه اللي الوسط اللي غادي نبين وصافي. دابا منين نبسطو هكا غادي ناخذ فرشاه ومعلقه غادي نزين بهم باش ندير الكاكاو. هانتوما تشوفوا معايا، ممكن نحاول ندير غير تزيين بسيط وسريع حيت كنت مدروكه بالوقت. انا شاركت معكم دابا التزيين اللي درت، وانتم راه غادي تبدعوا تبارك الله عليكم. كتعرفوا لكل شيء. صافي دابا راه غادي نحيد هذاك ديك الشوكه والمعلقه وغادي نديرها في الطبق اللي غنقدمها فيه. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما درتها في طبق التقديم اللي حطيتها فيه. كتجي سهله وبسيطه وكتجي لذيذه، جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا، غادي تعجبكم. هانتوما هذا الشكل ديالها من الداخل. بصحه وراحه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.